فيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2020، أود التذكير بما يلي: جباية البترولية تقدر ب 2714 مليار دينار على أساس سعر مرجعي 50 دولار للبرميل. ثانيا، ميزانية تسيير القطاع بحوالي 59.8 مليار دينار جزائري، معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر 92% من الميزانية. ميزانية التجهيز تقدر ب 29 مليار دينار، موجهة أساسا لبرامج دعم الدولة للطاقة، من بينها 10 ملايير دينار جزائري موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، 18 مليار دينار فاتورة الكهرباء لولاية جنوبنا، لولايات الجنوب، 695 مليون دينار جزائري لبرامج الطاقة المتجددة والتحكم في الطاقة. مشروع قانون المنظم للنشاطات المحروقات الذي اقترحته الحكومة يهدف إلى تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة الجهود الاستكشاف وزيادة الاحتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على مدى الطويل وتأمين المواد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية احتياجات السوق الوطنية على مدى الطويل.